قريت الفاتحة وما تيسر من القرآن وانت قائم. فخلونا النهاردة نختم رحلتنا ونقف وقفة مع حركات وأوضاع الصلاة عموما، القيام والركوع والسجود والجلوس. هل الحركات دي ليها معنى؟ وهل أساسا المفروض يكون لها معنى؟ تعالوا نشوف. جرب تتأمل في هيئات الصلاة عند الديانات التانية السماوية وغير السماوية واسأل نفسك السؤال ده، تفتكر ليها معنى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار ان صلاتنا تكون بالشكل ده؟ اكيد في معاني في الحركات دي ربنا سبحانه وتعالى ما قالناش عليها يعني صراحة، يمكن عشان تفضل معانيها تتسع وتزيد بمرور الزمن وباتساع افاق معرفة الانسان، ولكن تعالوا نتأملها ونحاول نخرج منها بمعاني هي مجرد خواطر وتأملات ما بنجزمش ابدا ان ده المقصود منها. ونبدأ بأول وضع أو هيئة من هيئات الصلاة وهي القيام. القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. القيام مش مجرد إنك تبقى واقف، فرق كبير بين الواقف والقائم. الوقوف سكون، لكن القيام نهوض، هو تحمل للمسؤولية، هو تطلع للقمة، هو حضور ذهن واستعداد للعمل. وإنت قائم في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى افتكر يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الحساب. القيام يومها هيكون للحساب مش للعمل، لكن دلوقتي وانت قائم بين يدي الله افتكر ان العمر لسه فيه بقية يعلمها الله سبحانه وتعالى للعمل وبعدها حساب بس. ويجي بعد كده الركوع. ايه هو الركوع؟ الركوع لغة هو خفض الراس، الخفض الاقصى الممكن للراس. ليه يا ترى؟ ليه الراس تحديدا؟ ليه مش من القيام نسجد على طول؟ ليه الركوع الاول؟ نحس بمعنى ده لما نتأمل ايات القرآن ونلاقي ان كل المخلوقات بتسجد لله سبحانه وتعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. هنلاقي السجود ذكر مع كل المخلوقات كلها بما فيها البشر، ولكن الركوع لم يذكر إلا مع الإنسان بس. الإنسان المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى آتاه العقل هو الوحيد اللي بيركع لله سبحانه وتعالى بأنه بيخفض راسه اللي فيه عقله، بيخفضه لله سبحانه وتعالى. الركوع هو سجود العقل، إن عقلك يسجد لله، العقل اللي ربنا ميزك بيه عن كل الخلق. العقل ده إنسان هتخفضه لله سبحانه وتعالى، مش هتعبد عقلك، مش هتتغر بيه. اخفض راسك وعقلك لله وسبح سبحان ربي العظيم، العظيم تحديدا. ليه في الركوع بنسبح بسم الله العظيم مش بأي اسم تاني؟ ليه مش سبحان ربي الرحيم مثلا، أو القاهر أو القوي أو التواب الغفور؟ لا، سبحان ربي العظيم. لما بتحني عقلك قدام ربنا سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم اللي هو فوق التصور، فوق حدود العقل البشري على التخيل والتصور، العقل اللي ممكن يحتوي الكون كله ويحوله لمعادلات وقوانين، ممكن يبدع إلى ما لا نهاية، لكن يفضل عاجز قدام ربه العظيم. وبعد كده يجي السجود، الخضوع الكلي لله سبحانه وتعالى، بأنك تحط راسك عقلك جبهتك على الأرض اللي استخلفت فيها. بعد ما سجد عقلك في الركوع يسجد جسمك كله، بتقول أنا اللي اخترت بإرادتي وبعقلي أني أسجد لك يا رب، ما هوش خضوع شكلي، أنا اللي اخترت أخضع لك يا رب بكامل إرادتي وعقلي، الوجود كله سجد لك يا رب بكن فيكون، لكن أنا اخترت أني أسجد لك وأني أخضع لك، اخترت أن أكون عبدك أنت وحدك. هتسجد يا إنسان وتسبح ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، عشان تفتكر دايما إنك مهما اتقدمت ومهما صنعت حضارات ومهما علوت في الأرض وتطاولت في البنيان إن في اللي أعلى منك الله سبحانه وتعالى. فاوعى تنسى ربك الأعلى وتعلو في الأرض ظلما. وتيجي استراحة المجاهد وجلسة التشهد ونبدأها بالتحيات. التحيات لله ممكن نختار نفهمها بالمعنى التقليدي المتعارف عليه وهو التحية، مع إنه غريب إننا نلقي التحية على الله سبحانه وتعالى في نهاية الصلاة مش في أولها، أو مش في السجود والعبد يعني أقرب ما يكون إلى رب. وممكن نختار نتخطى المعنى ده لمعنى أعمق ونفتكر حي على الصلاة، حي على الفلاح، معنى الحياة على الصلاة وعلى الفلاح. التحيات لله معنى إن الحياة تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، معنى واختيار. والصلوات الطيبات لله. ايه الصلوات الطيبات؟ الصلوات المثمرات، الصلاة اللي اثمرت في ارض نفسك، اللي غيرتك للاحسن. بتقولها دايما عشان تفتكر اللحظة دي، لحظة وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم، كانت حياتكم مثمرة في الدنيا، ما كنتوش عايشين وخلاص، بل كنتم احياء. الصلوات الطيبات لله،
يعني ممكن يكون في صلوات مش طيبات، ايوه، لما تبقى الصلاه ملهاش اثر في حياتك، مجرد روتين بتعمله كل يوم عشان تسقط الفرض وخلاص، لكن انت كانسان بتفضل ارض بور، صحراء جرداء لا تثمر، بالرغم من انك بتصلي او بتتخيل انك بتصلي. وبعد الصلوات الطيبات مباشره تيجي لحظه لقاء الحبيب، السلام عليك ايها النبي. اول مره في الصلاه ياتي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر. ليه دلوقتي تحديدا في جلسه التشهد، في جلسه استراحه المجاهد؟ لان الاركان اللي قبل كده كلها موجهه لله سبحانه وتعالى، بس القيام امتثال لامر الله سبحانه وتعالى بان نقوم له، والركوع اعلان عن خضوع العقل الانساني لعظمه الله سبحانه وتعالى، والسجود الخضوع الشامل لله سبحانه وتعالى. لكن دلوقتي عند جلسه التشهد فده الوضع الامثل للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ الجلسه دي جلسه التشهد شبه جلسه التلميذ المتعلم بين ايدين المعلم بيتلقى عنه، جلسه تعلم واحترام، ما فيهاش تقديس، لا ركوع ولا سجود، انت ما بتعبدش النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتقدسه، العبوديه والقدسيه لله سبحانه وتعالى وحده. اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معلم البشريه، بتجلس قدامه بين يديه باحترام وادب عشان تتلقى منه الحكمه. طب ليه السلام عليك ايها النبي مش السلام عليك يا رسول الله؟ ايه الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول دوره التبليغ، التلقين، مسؤوليه الجزء النظري من الرساله، والنبي دوره التطبيق العملي والقدوه العمليه. الفرق بين الرسول والنبي زي الفرق بين المهندس المعماري والمهندس المدني. المهندس المعماري دوره فيه تركيز اكتر على الجانب النظري، رسم مخططات المباني وتجهيزها للتطبيق العملي، والمهندس المدني دوره تحويل مخطط المبنى النظري ده لواقع، دوره إقامة المبنى ذاته على أرض الواقع، تحويله من مخطط مرسوم إلى مبنى حقيقي. عشان كده بنقول السلام عليك أيها النبي، لأنك بتجلس بين إيديه عشان تتعلم منه لتعمل. أنت جاي تتعلم عشان تشتغل، مش جاي عشان تتثقف بمعلومات نظرية ما بتطبقهاش على أرض الواقع. ويجي بعدها السلام على الأمة كلها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عشان تفتكر دايما حتى وانت بتصلي لوحدك في قلب الليل انك مش لوحدك، انت جزء من أمة ومجتمع، اوعى تنعزل عنهم. وتيجي الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، بتعلنها وبتحرك السبابة كأنها إشارة ان الرسالة دي رسالة عمل وحركة بتغير بها العالم، مش مجرد كلام بتنطقه وتنساه بعد كده. ويجي بعد كده الدعاء، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بتدعو بالرحمة والمغفرة والبركة والإثمار والنماء لمعلمك، معلم البشرية، لخير خلق الله ولأهله. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ آل محمد اللي بندعي لهم في كل صلاة. وليه؟ احنا اتعودنا نفهمها بالمعنى المباشر، ان المقصود بها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من معنى الآل واللي قد يكون يعني اقرب واكثر منطقية في السياق هنا، ان الآل هم الاتباع، زي ما ربنا اتكلم عن اهلاك فرعون واتباعه باستخدام نفس المسمى، واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. بالمعنى ده ممكن نقول او نختار نفهمها بالشكل ده، ان آل محمد اللي احنا بنصلي عليهم وبندعي ليهم بالبركة والإثمار والنماء والإعانة من الله سبحانه وتعالى، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم اللي اتبعوه ومشوا على طريقه وتعلموا على إيديه وعلى منهجه، وعاشوا عشان يحققوا المقاصد اللي بعث وعاش من أجلها. وصدق من قال آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. تقبل الله منا ومنكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله.